الترند التاني اللي معانا هو خاص بمسلسل أبو العروسة واللي مكسر الدنيا وكل الناس بتتكلم عنه. في لقطات كتيرة قوي منه متصدرة الترند، وطبعا احنا بنتكلم دلوقتي عن الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة. الحقيقة فيه كتير من المشاهد المؤثرة اللي تصدرت الترند، وكان منها مشهد فسخ خطوبة هاجر واللي بتقوم بدورها كارولين عزمي بعد ما اكتشفت خيانة خطيبها ليها في يوم حنتها، وده خلى ناس كتير تتفاعل مع المشاهد دي. وكمان من المشاهد اللي كانت ترند هي ردة فعل والد هاجر واللي بيقوم بدوره سيد رجب بعد ما هاجر سابت خطيبها، وازاي كان مثالي في ردة فعله واستعاد بنته. ومن ردود الفعل الإيجابية كانت من هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، واللي كتب على فيسبوك الخاص بي: لم يسعدني الحظ لمشاهدة حلقات الجزئين الأول والثاني من المسلسل العظيم أبو العروسة لظروف العمل وكثرة حلقات كل جزء. اقتنست مشاهدة بعض الحلقات وكنت ساعتها في غاية من السعادة من هذا التمكن من مفردات العمل الدرامي بكل شيء. أحببت المسلسل كثيراً رغم أني لم أشاهده مكتملاً، ولكني كنت أخشاه، نعم أخشاه، فأنا واحد ممن يبكون لسماع أغنية المبدع مدحت صالح: بنتي وحبيبتي وكل حاجة في الدنيا دي، لا أمل من سماعها رغم بكائي المتكرر، هكذا سأكون مستقبلاً. ومسلسل أبو العروسة من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، كارولين عزمي، ولاء الشريف، محمد عادل، محمد حاتم، مدحت صالح، صفاء الطوخي.